السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله غندير معكم واحد تحلية أو باناكوتا اللي غنديروها في ترموميكس، وغادي نزيدو عليها الكوليد الفخاز اللي كتجي هاد التحلية كتجي لذيذة بالنسبة للسحور. تابعوني حتى لآخر الفيديو مع المقادير وكيفية استعمال في ترموميكس. بالنسبة للمقادير لهاد الباناكوتا، غادي نحتاجو 500 غرام من الكريمة السائلة ونسيطرو الحليب، و 100 غرام ديال السكر، وهنا عندي 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين حلال اللي غادي نديرهم في الماء بارد، وجوج خنيشات ديال الفاني. هنايا عندي عصير الحامض، غادي نديرو 20 غرام ديال الحامض مع الفخيز. هذا بالنسبة للكولي اللي غادي نديروه باش غادي نديرو على الباناكوتا. هنايا اول حاجه غادي نعبر الحليب 500 غرام مع 500 غرام. الكميه اللي غادي نديرو الحليب هي الكميه اللي غادي نديرو ديال الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه السائله، انا درت هذه البريزيدون، تقدروا ديروا اي كريمه سائله اللي متوفره عندكم، ماشي ضروري هذه بالضبط، يعني تقدروا ديروا اي حاجه اللي هي نتوما عندكم متوفره. هنايا كنعبر يعني رفيعه 500 غرام. هنا ضروري ما كتلقاي شويه ناقص، يعني ما كيديروش لك بالضبط داكشي اللي معبر. ترموميكس كيفضحهم ملي كتجي تعبري الحليب ولا هذا، كيقول لك فيها 500 غرام الحليب لقيتو ناقص، حتى الكريمه لقيتها ناقصه. ماشي مشكل. هنايا غادي نضيف 100 غرام ديال السكر السنيده، غادي نعبروا السكر، ومن بعد غادي نزيدوا جوج ديال الفاني. من بعد كنبروغرامي الترموميكس، مع كنديرو الكوفركل مع الكوبلي 7 ديال الدقائق، درجة الحرارة 80، السرعة 1. من هنا 7 دقائق أنا معكم. هاد الوقت ديال 7 دقائق غادي نديرو جيلاتين في واحد السليفة ديال الماء، يكون الماء بارد، ونخليها هكدا ترطب ما بين سالة 7 دقائق، نضيفها على الخليط ديالنا. من بعد 7 دقائق دازت، دابا غادي نعصرو دوك الوريقات ديال الجيلاتين من الماء، نعصروهم مزيان ونضيفوهم على الخليط. هنايا البروغرام ديال الترموميكس 10 ديال الثواني، السرعة 3، غير داك الجيلاتين يتخلط مزيان مع الخليط وصافي. وغادي نديروهم دابا في ليفيرين ونخليهم واحد 4 ديال السوايع في الثلاجة، او انا خليتهم الليل كامل حتى الغد اللي عاد باش درت الكولي وضفتو عليهم. هكذا كتشوفوا الشكل ديالو هكذا كيجي على هاد الشكل هذا. من بعد ما نوزعهم كاملين على لي فيغين، غنخليهم شويه تتحيد ديك لا بابور، ونديروا عليهم واحد السلوفة وندخلهم للثلاجة. هكذا يبقاو حتى يشدوا ويبردوا مزيان. وغادي نمشيو دابا للكولي ديال الفخاز اللي غادي نديرو. تقدروا ديروا ديال الفخاز، ديروا ديال الليمون او البرتقال، او لا ديروا ديال الاناناس يعني، ولا المونك، بالنسبه لي فروي اللي نتوما كيعجبكم واللي عندكم موجود. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال الكولي. هنا كديروا
الفخاز، انا عندي 375 غرام ديال الفخاز، هذا هو العبار اللي عندي انايا في الفخاز اللي عندي موجود. هنايا غادي نضيفوا العصير ديال الحامض، غادي ندير 30 غرام ديال الحامض عصير سيترون. نشوف شحال عندي في هاد الحامضه، نص، هادي نص حامضه انا اللي عصرت، ولكن هاد الحامض فيه الماء تبارك الله، يعني عطاني 34، ماشي مشكل. وغادي نضيف قليل من السكر لان الفخاز ديجا عندي حلو، يعني غادي ندير شي 30 ولا 20 غرام ديال السكر. وغادي نبروغرامي الثرموميكس. غادي نطحن الكل على 30 ثانيه السرعه 10، هكذا غادي تبروغرامي الثرموميكس 30 ثانيه السرعه 10. بعد ما تطحن كلشي بروغرامي الثرموميكس 10 دقائق على درجه الحراره 90 السرعه 1. صافي دابا الكوليسال 10 دقائق، يعني وجد. دابا غادي نصفيه وغادي نخليه يبرد، نخليه جانبا حتى يبرد، وغادي نخرجوا لي فيغين ديالنا من الثلاجه يكونوا باردين. وانا معكم صافي. من بعد ما دازو دازت ليله كامله حتى الغد ليه يلاه تخرجتهم كما كتشوفوا، هي كنحيد عليهم سلوفون. وغادي نضيف عليهم دابا الكولي راه برد، وكتقدموه بالصحه والراحه. وهانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي على هذا الشكل الكولي، وحتى الباناكوتا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي لذيذه. يعني دابا غادي نضيف عليهم كاملين بالكولي ديال الفخاز. كما قلت لكم تقدروا ديروا اي فخوين اللي نتوما كتبغيو اللي عندكم موجود، على هذه الطريقه هذه غديروها، راه كيجي ساهل. وهذا هو الشكل ديال الباناكوتا ديالنا بالكولي ديال الفخاز، هكذا كيجي، كيجي لذيذ في الحقيقه، جا لذيذ بزاف بزاف. وانتوما كتحكموا في السكر اللي بغيتو، حتى اللي ما بغاش الحلاوه بزاف ما يديرهاش. وهكذا كنقدموا لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير.